يعطيكم العافية. اليوم راح نكمل المحاضرة الثانية من دورة تعلم الأردوينو. راح نشرح اليوم بتفصيل أكثر عن البرمجة راح نستخدمها. الناس اللي ما أخذوا برمجة قبل هالمرة والناس اللي مش متذكرين البرمجة راح نتذكر معهم أول بأول. راجع شوية أشياء بسيطة مشينا عنها بسرعة المرة الماضية. طيب بالنسبة لبورد الأردوينو، بورد الأردوينو أونو واحد من أشهر البوردات اللي نستخدمها. في مجموعة من البنات والأجزاء الموجودة بالبورد. هسه بالبداية في عنا البنات الأنالوج من الـ A0 إلى الـ A5. هاي البنات تسمح إنه ندخل إشارة الأردوينو، إشارة أنالوج قيمة مدرجة من 0 إلى 5 فولت. في عنا بنات بنات الباور اللي شايفينها هون. هاي هسه نشرحها واحدة واحدة. أول واحدة الـ VN بنقدر نغذي الأردوينو عن طريقها، بنعطيها من باور سبلاي خارجي أو باور سورس خارجي، بنقدر نعطيها من 5 إلى 12 فولت أو 15 فولت. في فولتج ريجوليتر داخلي داخل الأردوينو. والبنات الاثنين هذول بنات الجراوند. في عنا بن نقدر ناخذ من الأردوينو 5 فولت و3.3 فولت حتى نغذي السنسورات الموجودة عنا، بس طبعا التيار راح يطلع من الأردوينو تيار قليل، بيغذينا ليد، بيغذينا سنسور، أشياء بسيطة. أما الموتورات أما الدي سي موتور مثلا أو الأشياء الثانية اللي بدها باور عالية نقدر نغذيها من باور سورس خارجي. طيب هسه في عنا وبرضه هاي مدخل باور سبلاي إذا بدنا نغذي الأردوينو عن طريق البطارية 9 فولت. في عنا USB بلاك نستخدمها عشان ندخل البرمجة الأردوينو، نبرمج البورد، وبرضه بنقدر نغذي الأردوينو عن طريق USB. كبسة الريست بس نكبس عليها بتعيد الكود من أول جديد، بنفذ لنا إياه من بداية الكود. عنا بنات الديجيتال بنز من 0 إلى 13. هاي بنات ديجيتال إنبوت أوتبوت بنز، عن طريقها ندخل الأردوينو أو ناخذ من الأردوينو من 0 و5 فولت للسنسورات أو للإنبوت ديفايس والأوتبوت ديفايس. في عنا زي ما احنا ملاحظين في عنا البن رقم 3 و5 و6 و9 و10 و11. هذول البنات بي دبليو ام سيجنال محطوط عليهم شحطة. شو البي دبليو ام سيجنالز؟ البنات البي دبليو ام نقدر ناخذ من الأردوينو أنالوج، يعني بده يكون أوتبوت أنالوج قيمة مدرجة بين 0 و5 فولت. في بعض التطبيقات مستخدمها. في عندنا برضو جراوند، بين الجراوند وال طيب طيب البرمجية راح نستخدمها برمجية الأردوينو IDE، شبيهة كثير برمجية سي بلس، لغة برمجة سي بلس بس أبسط شوية. راح نستخدم الواجهة برنامج أردوينو IDE. نتعلم كيف أخذنا المرة الماضية كيف ننزله، بس نرجع مرة ثانية نعيدها بشكل سريع. نروح على موقع الرسمي للأردوينو أو نبحث على جوجل، نكتب أردوينو IDE داونلود. نبحث على جوجل أردوينو IDE داونلود، مفوت على الموقع الرسمي عشان يكون أحسن، عشان يكون موثوق. البرمجية مجانية ما ندفع أي إشي، ننزلها عن طريق الموقع الرسمي مباشرة. انستول ويندوز انستولر. هون بطلب لنا اذا بدنا نتبرع على موقع الأردوينو او انه ننزلها مجاني جاست داونلود، نكبس جاست داونلود ننزل مباشرة. طيب هسه بالنسبة لواجهة الأردوينو نفسها، بس نشغل الأردوينو في عنا مجموعة من اللوائح، مجموعة من الأوامر ناخذها اول باول واحدة واحدة. طيب
استعمل زي اي برنامج في عندنا. لا حال فيها الفايل نعمل نيو وسيف منها. اهم اشي فيها التولز، بنختار البورد اللي بنستخدمينه. احنا مستخدمين اردوين اونو عن طريق تولز بورد اردوين اونو. برضه بنختار رقم البورد اللي موجود، اللي بورد اليو اس بي المشبك عليه الاردوينو. هاي كوم 3 مثلا. هاي هي جاهز نرفع. طيب هسه كبسة الصح الموجودة هون عشان نرفع الكود، نتأكد منه قبل ما نعمل له ابلود على البورد عشان نتأكد انه الكود في اي مشاكل، في اي في اي شيء ايرور بيطلع لنا. نعمل كومبايل. طيب هاي دن كومبايلينج. هسه بدنا نرفع الكود على الاردوينو. نكبس على السهم الثاني، برفع لنا الكود وبخزن لنا اياه على الاردوينو. طيب هاي دن ابلودينج. بدنا نعمل نيو، اذا بدنا نعمل نيو سكتش نضغط على هاي عشان نيو سكتش. اوبن. في عندنا فولدر او ملف موجود من اول، نعمل له اوبن من هون. بدنا نعمل سيف، نقدر نعمل من هون. طيب الباور قلنا بنغذي الاردوينو عن طريق، بنقدر نغذيه عن طريق اليو اس بي على اللابتوب مباشرة، وبرضه اليو اس بي للبرمجة الاردوينو عن طريقها. قلنا البوردات الاردوينو اونو والميجا، البلاك اللي بكون مشابه لهاي زي اليو اس بي تبع الطابعة. الاردوينو نانو، في الاردوينو نانو بكون شكله بيختلف شوي المدخل اليو اس بي تبع. طيب حسب نوع البورد المستخدمينه. طيب احنا حكينا اذا بدنا نعمل بروجكت جديد نعمل فايل نيو او عن طريق الكبسة هاي الموجودة هون. نيو. حكينا انه بنحدد البورد اللي مستخدمينه. احنا مستخدمين البورد اردوين اونو، بنحدده عشان قبل ما نرفع الكود. برضه بنختار البورت اللي بنشبك عليه. بورت هون بورت 3 معطينا انه اردوين اونو. طيب الميزة نعمل ابلود للكود، قبلها بنعمل سكتش نتأكد ان الكود صح مشغال 100%، بعدين بنعمل ابلود. نستنى ثواني او مرات ياخذ معنا وقت لما يكون البورد مش اصلي، ياخذ معنا وقت اكثر. بعدها الكود راح يتخزن على البورد، واي وقت بنقدر عادي بنقدر نشيل اليو اس بي ونغذيه باور سبلاي خارجي والكود راح يضل شغال عليه، ما في مشكلة. طيب كان البريد بورد نستخدمه عشان نوصل التوصيلات. نقدر هون الازرق والاحمر نوصل عليه الباور اللي ناخذه من الاردوينو 5 فولت بالجراوند. هون نوصل عليها اما اللدات او السنسورات حسب اللي نستخدمه عشان تسهل علينا التوصيل، واي وقت نقدر نشيل السلك ونرجع. هسه بس نجهز مشروعنا ويكون كود شغال 100% وامورنا تمام، نقدر نطبع نقدر نطبع على بي سي بي اما يدوي او نطبعه على البرنتد بورد. طيب اما بنعمله بشكل يدوي بالحمل الحامضة او على الماكينة. طيب هسه على البرنامج نفسه، بس نيجي نشغل البرنامج. برنامج جديد. في عندنا تو فانكشنز، في عندنا سيت اب فانكشن وفي عندنا لوب فانكشن. السيت اب فانكشن راح تكرر مره واحده بالبرنامج، راح تنفذ مره واحده بالبرنامج. الجمل الموجوده فيها راح ينفذها بدايه تشغيل، بدايه اول ما نعطي الاردوينو باور
او راح ينفذ الكودات الموجودة فيها، بعدها راح يفوت على الفويد لوب بيظل يكرر بالجمل الموجودة فيها. هكذا تحتوي على الجمل اللي راح تظل تكرر بشكل مستمر الفويد لوب. طيب هسا في عنا انواع للمتغيرات، في عنا الداتا تايبس. هسا في عنا الفويد بين بوليان وكاركتر والبايت وانتجر والورد وفلوت دبل والري وسترينج، كل واحدة لها نوع مفصل راح نحكي فين واحدة واحدة. في عنا انواع للمتغيرات. هسا في عنا الانتجرز. الانتجر هو عدد صحيح، بكون من سالب 32,000 الى موجب 32,000 حسب عدد البتات، لان لحدد عدد معين ما لحد 32,000 نقدر نخزن فيه. المتغير من نوع فلوت وهو مستخدم مع الاعداد اللي تحتوي كسور فيها فاصلة 20 مثلا 12.5 10.5. الكاركتر مستخدمه مع النصوص او الكلمات. اللونج فاريبل مستخدمه مع الارقام اللي بتكون اعداد كبيره جدا تتراوح بين تقريبا 2 مليون او اكثر، مليار 2 مليار. طيب البايت رقم صغير اللي نقدر نخزن فيه بتراوح بين 0 الى 255، نقدر نخزن فيه رقم صغير. طيب هسه في عنا الفاريبلز. الفاريبلز في الفاريبل سكوب ممكن تكون لوكال فاريبل او جلوبال فاريبل. شو يعني لوكال فاريبل؟ اللوكال فاريبل بنعرف متغير داخل الفانكشن او البلوك ما بنقدر نستدعيه برا. اما الجلوبال فاريبلز بنعرفه خارج الفانكشنز، نقدر نستخدمه جوا الفانكشن عادي ما في مشكله. يعني هون قبل الفويد نقدر نعرف متغير جديد انتجر x تساوي 0 عادي ما في مشكلة، نقدر نستخدمه داخل السيت اب داخل اللوب ما في مشكلة. اما اذا عرفنا المتغير داخل اللوب برا اللوب ما بنقدر نستخدمه. طيب هاي جلوبال شاش تكبر شوية. طيب هاي الجلوبال فاريبلز عرفناها فلوت مثلا، مع المتغير يكون فلوت قبل السيت اب. اما اللوكال فاريبل جوا اللوب او جوا السيت اب بنعرفه ونقدر نستخدمه برا. طيب الكونستنت هسه المعرف ايش الكونستنت؟ راح يتخزن فيه قيمة وما بنقدر نغير عليها داخل البرنامج، راح تكون بس read only. اذا حاولنا نغير فيها داخل البرنامج راح يعطيني ايرور، ما راح يقبل يغير. هسه مثلا ممكن اعرف integer constant او float constant. مثلا integer constant بيكون رقم عدد صحيح مثلا 100 123 101، اما float راح يكون عدد 10. طيب عشان نختار انه الليفل للبن يكون هاي او لو. مثلا اكزامبل لما نيجي نعرف البن نعطيه مثلا ديجيتال رايت للبن رقم 13 هاي، بيروح معطينا 5 فولت على البن رقم 13، يخرج لنا من الاردوينو 5 فولت على البن رقم 13. او بدل الهاي او اللو لازم يكون كمبيوتر نازل، بنقدر نحط واحد او صفر.
طيب الساعة بالنسبة للكود أكبر ناخذها عنه الفويد سيت أب والفويد الفويد لوب. هسا أول جملة أهم من جمل مهمة راح نستخدمها كثير بالأردوينو البين مود. البين مود هي راح تحدد لنا البين إنه يكون إنبوت أو أوتبوت. السنتاكس إلها بين مود، الحرف الأول من الكلمة الثانية راح يكون كابيتال، رقم البن، وهون المود إنه إنبوت أو أوتبوت، وهو راح يحدد لنا البن إنه يكون إنبوت أو أوتبوت. السنتاكس إله بين مود والبن رقم البن أو المتغير كنا عارفينه على رقم البن. المود إما إنبوت أو أوتبوت أو إنبوت بول أب. طيب شو الفرق بين الانبوت والانبوت بول اب؟ الانبوت العادي صار نيجي نشبك سويتش مع الاردوينو لازم نحط مقاومة 1 كيلو مثلا، اما الانبوت بول اب راح يستخدم لنا المقاومة الداخلية موجودة بالاردوينو. طيب الجملة الثانية ديجيتال ريد. ديجيتال ريد راح يقرا لنا الفولتين موجودة على البن من البنات الديجيتال. بعد ما حددنا انه البن هذا بعد ما حددنا انه راح يكون انبوت مثلا البن مود بالاول للبن رقم 3 يكون انبوت، بنعمل الجملة اللي بعديها ديجيتال ريد داخل اللوب مثلا بتقرا لنا الموجود على البن اما يكون 0 او 5 فولت، راح ترجع القيمة ولازم نخزنها بمتغير مثلا x تساوي digital read للبن رقم 5 مثلا البن 3. طيب راح ترجع لنا اما هاي او لو. اما digital write راح تبعث لنا على البن من البنات اما 5 فولت او ground يعني هاي او لو، بعد ما عرفنا البن انه يكون output عن طريق البين مود. السنتاكس إلها ديجيتال رايت لازم الحرف الأول من الكلمة الثانية يكون كابيتال حتى يشتغل معنا، إذا ما حطينا كابيتال راح يعطينا ايرور. ديجيتال رايت للرقم البن وبعدين الفاليو، راح يعطينا على البن إما 5 فولت أو جراوند. الأنالوج ريد راح يقرأ لنا القيم الموجودة على البنات الانالوج اللي من A0 إلى A5، راح يرجع لنا قيمة بين 0 إلى 1023. هاي عبارة عن قيمة مدرجة لل 5 فولت، القيمة المدرجة بين 0 و 5 فولت رجع لنا إياها على شكل أرقام من 0 إلى 1023 10 بت بنات الانالوج. طريقة كتابة الانالوج ريد، الحرف الأول من الكلمة الثانية تكون كابيتال، برضو لازم نخزن الناتج إلها متغير، يعني نقول x تساوي انالوج ريد مثلا x تساوي انالوج ريد. طيب راح ترجع لنا قيمة بين 0 إلى 1023. الانالوج رايت قلنا بس نيجي نبعث على بن على البنات ال PWM الموجود على من بين بنات الديجيتال. الاوتبوت لا، اذا بدنا الاوتبوت تكون قيمة مدرجة بين 0 ل 255 او بين 0 و 5 فولت، احنا بنبعث له القيمة عن طريق نكتب جملة انالوج رايت لرقم البن من بنات ال PWM مثلا بن رقم 3 بن رقم 5 6 بين رقم 9 10 11 هذول بنات PWM نقدر نستخدمهم، نقدر نعطي فيهم الاوتبوت تكون قيمة مدرجة PWM سيجنال. الفاليو اللي بنحطها لازم تكون قيمة مدرجة بين 0 و 255 لانه 8 بت. طيب كيف يشتغل PWM؟ هسه الاوتبوت اللي عندنا ديجيتال، بس هو حول لنا اياه من ديجيتال الى انالوج عن طريق راح يشتغل مدة معينة بالملي سكند أو أقل من الملي سكند بالمايكرو سكند. راح يشتغل مثلا إذا بدنا إياه 2.5 فولت راح يشتغل لنا 50% من السيجنال 5 فولت والجزء الثاني من السيجنال يكون 0. راح مثلا خلال 1 سايكل
نص السايكل راح يكون 5 فولت والنص الثاني راح يعطيه 0. احنا بناخذ القيمه الافرج انها راح تعطينا 2.5 او بنحسبها. طيب نقدر بنحسب الديوتي سايكل انها عباره عن زمن التشغيل او زمن يكون فيه هاي على الزمن الكلي للسايكل، زمن التشغيل زائد اللو، زمن الهاي وزمن اللو. الاوتبوت الفولتيه الاوتبوت عباره عن ديوتي سايكل اللي حسبناها ضرب الفولتيه الانبوت راح يعطيني الاوتبوت فولتج. مثلا نحسب هون ان 1 فولت ال 20% بنكتب مثلا نفرض انه 100 ملي سكند كلها مثلا او 100 مايكرو سكند، هاي 20 على 100 20% يعني 1/10 فولت. لا 20% الجيت سايكل. طيب نضربها بالفولتية 5 فولت تعطينا 1/10 1 فولت 1 فولت تعطينا. طيب العمليات زي العمليات نستخدمها بلغات البرمجة الثانية، الضرب والقسمة والطرح والجمع وإلى آخره، وعمليات المقارنة أكبر أو أصغر، أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي، البوليان أوبريشنز عندنا النت الأنت الأور. هاي إشارة الأنت قلنا، وهاي بجنبها شفتتين إشارة الأور نستخدمها. الفور لوب نستخدم الفور لوب مرات حتى نكرر جملة عدد أكثر من مرة، بدل ما نكتبها أكثر من مرة بنعملها فور لوب بتتكرر حسب الأسعار الانيشاليزيشن. راح نعرف متغير نعطيه قيمة معينة كقيمة ابتدائية، والكونديشن بكون عمليات مقارنة. إذا مثلا if تعرفنا فور اكس تساوي صفر مثلا انتجر اكس تساوي صفر، اف اكس اقل من 10 هون نكتب اكس اقل من 10 هون مقدار الزيادة مثلا اكس بلس بلس راح تزيد قيمة اكس مقدار 1. راح تظل تكرر الجمل الموجودات بين قوسين هون لحد ما الشرط ما يتحقق وبطلع من الفور. طيب عندنا مثال عليها على الأردوينو، عرفنا الليد تساوي 2، جوا السيت اب عرفنا البن مود للليد يكون اوتبوت، البن هذا راح يكون اخترناه يكون اوتبوت عن طريق البن مود جوا السيت اب. قلنا جوا السيت اب هاي الجملة راح تكرر مرة واحدة البرنامج، بعدين فوت على اللوب. جوا اللوب عرفنا متغير اسمه اكس، اعطينا قيمة صفر. الشرط عندنا أن يكون x أقل من 5، مقدار زيادة هون increment x بلس بلس، يعني كل مرة بتكرر اللوب راح يزيد x مرة واحدة. هون الليد راح يظل ضاوي، راح الجملة هاي تنفذ 5 مرات، صفر من صفر للأربعة، صفر واحد اثنين ثلاث وأربعة، 5 مرات راح تنفذ الجملة، يعني الليد راح يظل ضاوي 5 ثواني ويرجع يفصل ثاني واحدة، لأنه اللوب الخارجي void loop راح برضه يرجع يتكرر ويكرر الفور لوب مرة ثانية. ال control system في عندنا بشكل عام ال عن الكونديشن موجود عندنا، إذا الشرط تحقق راح ينفذ لنا الكود الموجود جوا الشرطتين، إذا ما تحقق راح يطلع من الشرط كله ويروح على الجمل اللي بعدها. هسه مثال عليها، مثال عليها إنه تحقق أو ما تحقق. هسه بالإف ستيتمنت بشكل عام عرفنا البداية متغير أعطينا قيمة 5، إف المتغير هذا أقل من 10 راح ينفذ الكود الموجود هون، مضبوط أقل من 10 راح ينفذ لنا الكود الموجود هون بعدها نطلع. أما هون الشرط تست أكبر من 10، 5 مش أكبر من 10 معناته إيش؟ ما تحقق الشرط، راح يفشق وروح على الجمل بعد الإف مباشرة. حكى وفي عندنا الإف والإلس، إف إذا تحقق الشرط راح ينفذ الجمل الموجود بين شرطتين، ما تحقق الشرط
راح يروح لجملة إكس، الجمل اللي عند إكس. إف وإلس برضه نفس الشيء، إذا تحقق الشرط راح الخمسة أقل من عشرة، نعم أقل من عشرة، راح يتنفذ الجمل الموجودة هون داخل الإف، ويروح يطلع ما ينفذ الجمل اللي هون اللي داخل إكس. أما هون الشرط ما تحقق من البداية، ما راح ينفذ الجمل اللي داخل إف، راح ينفذ الجمل اللي داخل إكس. في عندنا برضو اف و الس اف. اف statement برضو اذا بدنا نعمل شرط ثاني الس اف، واخر اشي الديفالت الس. فاذا ما تحقق من كل الشروط اللي قبل راح ينفذ لنا الجملة اللي داخل الس. طيب هسه في عندنا مجموعة من الكلمات نستخدمها بالكنترول او الجمل. هسا الكونتينيو ليش بنستخدمها؟ هسا احنا داخل جملة لوب، مثلا فور لوب استخدمناه هون داخل جملة الفور لوب، برضو داخل جملة الاف. هسا اذا تحقق شرط انه تكون الاكس بين بين الاربعين والمية وعشرين، شو يعني كونتينيو؟ كونتينيو روح كمل اللوب اللي انت فيه، روح على المرحلة اللي بعديها. مثلا انت اول لوب فتت هون، تحقق الشرط اعمل كونتينيو، ارجع فوت مرة ثانية باللوب الرقم اللي بعديه، هكذا بضل يكمل يفحص بالشرط، وبرضه اللوب بضل شغال، ما بطلعك من اللوب الكونتينيو، بس شو بوديك للخطوة اللي بعديها. اما البريك لما تستخدمها، اذا استخدمتها داخل اللوب اذا تحققت وتنفذت جملة البريك بتطلعك من اللوب كامل، حتى لو انت كنت في بدايته. الريتيرن بترجع لك قيمة الى الفانكشن اذا كنت مستخدمها بالفانكشن. طيب الجو تو بتودينا الى سطر برمجي، يعني جزء نقطة من البرنامج، جزء من البرنامج مش مهم كثير، ما نستخدمه كثير بالأردوينو. طيب من الريتيرن والجوتو. طيب هسا أول نوع من النوبز الوايل لوب. الوايل لوب إذا تحقق الشرط اللي داخل الوايل راح يظل ينفذ الجمل اللي داخل بين الشرطتين إلى ما لا نهاية، مش راح يوقف بالمرة. اما الدو والوايل، هسه على الدو راح ينفذ اول جمله بداخل الدو، بعدين يروح يفحص الشرط، اذا الشرط مزبوط راح يرجع راح يضل ينفذ الجمل داخل اللوب. اما اذا الشرط ما تحقق راح يطلع من جمله الوايل. هون نفذ لنا جمله واحده بدايه قبل ما يفحص الشرط. الفور لوب زي ما شرحناه قبل شوية بالبداية عملنا initialization، هون عرفنا متغير، هون فحصنا انه اذا تحقق شرط او ما تحقق، هون increment value قيمة الزيادة، وطول ما هو الشرط محقق راح يظل يكرر الجمل الموجودة داخل الشرطتين بين الشرطتين اللوب بدي. نعمل مثال بسيط على اللوب. مثلا استعبدنا ليد لونه اصفر مثلا، والليد لونه احمر، مقاومه 220 اوم، والبورد اللي عندنا بورد الاردوينو اون. بدنا نوصل الليدات زي ما هي بالصوره هون. طيب طيب هسه في شغله، كيف نميز الليد انه موجب او سالب؟
الجزء الإجري الطويلة منه بتكون موجب، القصيرة سالب. برضو داخل الليد في عنا زي قطعتين، القطعة الكبيرة بتكون سالب والقطعة الصغيرة تكون موجب. شو راح تبين هون، بس اللي معه القطعة بيقدر يشوفها. طيب هاي وصلناها على البريد بورد، هاي الموجب والسالب. بنوصل سلكين، هاي الأسود السالب، نوصله على الجراوند بالأردوينو. أو بناخذ على الجراوند هون، بناخذ من الجراوند من الأردوينو عشان نوزع لأكثر من واحد. هاي الجراوند بالموجب للليد، نوديه على بن من بنات الأردوينو، بن رقم 6 مثلا أو 7. الكود عندنا وين؟ هسا بنوصل الليد، بنوصل المقاومة بين على الطرف السالب أو الموجب، ما بتفرق معنا، يكون على التوالي مع الليد زي اللي بالصورة. طيب في لاج كبير عشان النت. وصلنا مباشرة على المقاومة، فيش داعي أسلك هذي. طيب السلك الثاني، أنا هون اخترت بين 5 وبين 6 وبين 7، ما في مشكلة حسب الكود. طيب خلينا نكتب الكود مع بعض، نعرف بالأول انتجر ليد واحد، ليد واحد كمان نعرف، او ليد يلو، ليد واي مثلا، هاي ليد وايت. طيب قديش نعطي قيمة اليلو؟ وصلناه مع بن رقم 7. الليد الابيض مثلا وصلناه مع ليد مع البن رقم 6. طيب جوا ال سيت اب نكتب بن مود، بن الحرف الاول من الكلمة الثانية كابيتال، بن مود للليد يلو يكون ايش؟ اوتبوت. هسه هون حددنا البن انه يكون اوتبوت مش انبوت. برضه للبن الثاني نفس الاشي، البن الثاني ليد وايت مثلا. طيب هسه كملنا من الفويد سيت اب، نروح على الفويد لوب. داخل الفويد لوب هسه بنعمل فور لوب، فور لوب نعرف، اما نعرف انت الاكس هون او نعرف الاكس فوق يكون جلوبال نستخدمه جوا، ما في مشكلة. انتجر اكس تساوي 0 ما في مشكلة، او نعرفه جوا، بس واحدة من الثنتين ما بصير نعرفه مرتين متغير. طيب هاي الاكس تساوي 0، فاصلة منقوطة، إكس أقل من 5 الشرط، فاصلة منقوطة، الإكس بلس بلس. هون راح يظل، راح يفحص الشرط هل إكس أقل من 5،
راح اكرر لي الجمل هاي 5 مرات. ديجيتال زي ما قلنا ديجيتال رايت الحرف الاول من كلمه ثانيه كابيتال، اذا تغير لونه معناته مزبوط. احنا للد واي يكون ايش هاي، بنعمل ديلي 500. كمان مرة نطفي بدل الهاي بنحط له كمان ديلي 500. طيب هسه هون خلصنا من جملة الفور لوب، بنطلع برا جملة الفور لوب ومنشغل الليد الثاني ومنطفيه برضو نفس الاشي. هاي بدل ليد واي بنحط ليد دبليو، هاي ليد دبليو. تمام هون راح الليد الاولاني الاصفر راح يشتغل ويطفي 5 مرات، بعديها راح يشتغل ويطفي الليد الثاني مرة واحدة ويطلع. طيب متأكد من الكود ما بدنا نسيب. لا بنحط على الصح. طيب هون في عنا غلط، عنا غلط بالكود. ال W هاي كابيتال مش متطابق مع المتغير الموجود. هاي نسيب ماشي. نرجع مرة ثانية نرفع الكود نتأكد أموره تمام. طيب أيضا كومبايننج نعمل له أبلود. قبل ما نعمل أبلود نتأكد إنه البورد المختارين بورد أردوينو أونو، نتأكد إنه البورد المختارين بورد أردوينو أونو. نتأكد من تولز بورت، البورت مختارينه. طيب نروح هسه على الضوء كيف يشتغل معنا. راح يشتغل الضوء الأحمر، هل الأصفر هاي قاعد بيشتغل 5 مرات، والضوء الثاني الأصفر راح يشتغل مرة واحدة. ما بعرف إذا مبين معكم 100% أو لا. طيب شو ممكن نعدل عليها؟ ممكن نخليها بدل 5 3 مثلا. راح يشتغل ويطفي 3 مرات هون، غيرت بدل 5 مرات صار 3 مرات. هون راح يشتغل يضوي ويطفي 3 مرات ويضوي الأخضر مرة واحدة. طيب هسه في شغلة functions ممكن نستخدمها بس متقدمة شوية. هسه بنقدر احنا نعرف functions جوا الاردوينو. بنعمل بالاول function prototype، في عنا function prototype، في عنا function definition او declaration. طيب function prototype اول اشي اللي بنحدد function return type، بعديها وفي عندنا الفانكشن نيم اسم الفانكشن، وفي عندنا الفانكشن ارجيومنت تايب انتجر مثلا void. طيب اما الفانكشن ديفينيشن احنا بالاول فانكشن بروتوتايب. فانكشن ديفينيشن نحدد الريتيرن تايب انه اسم الفانكشن لازم يكون نفسه الموجود بروتوتايب، والارجيومنت 1 ارجيومنت 2 ارجيومنت 3. هناك حددنا بالاول نوع الارجيومنت، هون نحدد المتغير اللي بيكون بالـ
وداخل شرطتين الجمل. طيب مثال عليها. طيب هاي مثال عليها. هون عمل لي هسه. هسه انا من يجي نستدعي الفانكشن، كيف نستدعي اسم الفانكشن داخل اللوب او داخل الفويد سيت اب، ما في مشكلة. وبعدين قوسين والفاصلة الموقوطة. طيب هاي هون تحت احنا عاملين فانكشن اسمه، عملنا فويد داش هيد لاين، وداخل الشرطتين عملنا طباعة للداش لاين. طيب احنا ليش نستخدم functions؟ هسا اول اشي مرات في عنا سطور برمجية بتتكرر كثير بالبرنامج، احنا ليش كل مرة نكتبها 10 أو 15 مرة نفس السطور البرمجية؟ لا، نعملها داخل function، وكل ما بدنا نستدعي هذول السطور البرمجية بنكتب بس اسم function ونستدعي. احنا محدودين مرات، محدودين بالميموري الموجودة بالاردوينو. مرات ما بنقدر نكتب كود طويل كثير، احنا عشان نزبط كودنا يكون اسرع بالتحميل وتتحمل الاردوينو بنعمل functions عشان ما تكرر جمل كثير. برضه احنا بنعدل تعديل بسيط مرات على الجمل هاي المكررة، بنعدلها داخل الفانكشن، فيش داعي نرجع نروح عليها على كل مكان تكررت فيه ونصير نعدل فيه. بالنسبة للتوصيلة، وصلنا طرف من الليد، الطرف الموجب منه، مع ايش؟ مع البن من بنات الاردوينو. احنا هون اخترنا البن الليد الاصفر، وصلناه مع البن رقم 7. كيف تعرف الليد الطرف الموجب والسالب منه؟ في عنا اجرين له، الاجر الطويل بتكون موجب، او السلك تبعه الطويل بيكون موجب، والسلك القصير سالب. برضو اذا بتطل جوا الليد داخل الليد في عندنا قطعتين، قطعة كبيرة وقطعة صغيرة. الجهة اللي بتكون القطعة كبيرة بتكون سالب، بس انت عادي على الاجر، الاجر الطويلة بتكون موجب. طيب الطرف السالب منه ما وصلنا مباشرة على الجراوند، وصلنا مقاومة، ومن المقاومة ودينا على الجراوند. احنا هون هاي الجراوند فوق، اخذنا جراوند مشترك وديناه على الجراوند بالاردوينو. طيب اخذنا جراوند مشترك وديناه على الجراوند بالاردوينو. والليد الثاني نفس الشيء، وصلناه على بن رقم 5، الموجب منه على بن رقم 5، والسالب وديناه عن طريق مقاومة للجراوند. تمام. والكود هاي الكود كتبناه مع بعض، نقدر نعدل فيه اي تعديل ونشوف النتيجة بتصير معنا. هون نقدر نكررها مرة ثانية هاي. نرفع الكود مرة ثانية، نخليه 5. أيضا أبلودينج. هون زي ما بتشوفوا الليد الأصفر راح يشتغل 5 مرات، يشتغل في 5 مرات، والليد الأخضر يشتغل في 2 مرات. 1 2 3 4 5. رفع. هذا نفلولين. طيب بالكود شو عندنا؟ التذكيرة اللي سكرنا فيها هاي الشرطة الثانية حطيناها هون، فصلت لنا الكود. الكود هذا راح الكود اللي مظلل راح يتكرر 5 مرات، اما الكود اللي تحت راح يتكرر مرة واحدة. كيف؟ لان احنا هاي فصلنا اللوب، راح يكون اللوب هذا اللي بده يتكرر 5 مرات، واللي تحت راح يتكرر مرة واحدة. طيب لو نايهن مع بعض نقدر نلغي هاي الشحطة، تمام، ونحطها تحت.
الشحطة هاي تحتها اللي بتنهي لنا اللوب الفويد لوب، والشحطة هاي بتنهي لنا الفور لوب. هاي بدنا اياها مرة واحدة، مش داعي تكرر مرتين. نرجع نرفع الكود مرة ثانية. طيب هون شو عملنا؟ هون اشتغل الليد الاصفر، رجع اشتغل الليد الاصفر طفى، اشتغل الليد الاخضر وطفى. طيب لو بدنا اياهن يشتغلن مع بعض ويطفن مع بعض، هاي كت هاي الدليل الثاني بدنا نشيلها. نرجع نرفع الكود مرة ثانية. في بردات بكون هسا كل البردات موجودة بالسوق صينية، بس برضو في جودة عن جودة بتختلف. في بردات تاخذ وقت كثير طويل وهي ترفع بالكود. شوف كيف هسا نشتغل نضوي الأصفر والأخضر مع بعض وطفن مع بعض، بس تغيير بسيط غيرناه انه شلنا الشرطة هاي اللي كانت بيناتن ونزلناها برا، عملناها برا الكود. راح تكرر الجمل هاي كلهن، تكرر كلهن مع بعض و 5 مرات. بس انا ما في معنى الها الفور لوب، لانه زيها زي اللوب العادية، يعني ما صار الها اي معنى هون، لانه فيش داعي لها عادي، لانه اللوب اصلا قاعد بعيد البرنامج بعيد نفسه كل شوي. في اي سؤال ثاني؟ طيب في عندنا شغله، انا شغلت المكتبات. هسه بدنا نضيف مكتبة جديدة، مثلا بنروح على السكتش انكلود لايبراري اد زيب لايبراري، او الطريقة الثانية بنفس المكان مانج لايبراريز. مثلا ما بنبحث عليها هون، او بنروح نبحث عليها على جوجل وننزلها زيب فايل، وبعدين بنضيفها اضافه. مثلا i2c library نبحث عنها، او ESP. طيب او الحل الاسهل والاحسن انه نروح ننزله من جوجل، نبحث نكتب مثلا نود MCU او ESP library. ESP library for Arduino بحثنا عنها على جوجل. اظن الموقع هو موقع الجيت هاب، بنلاقي عليه كل اللايبراري بتاعت الأردوينو. هون شو معطينا؟ documentation. هم معطينا خطوات للاستخدام. خلينا شوي بدنا i2c مثلا lcd library. هاي library هون نزلناها، وين على الداونلود؟ هاي نزلناها على الداونلود. بنروح على الاردوينو، نروح على الاردوينو سكتش include library، هاي include library add zip library.
طيب نكمل. نريد نعمل include library من sketch, include library add zip library بالداونلود. نكود كريستال مثلا, هاي اوبن هاي library added. طيب هسه ممكن ممكن نعدل تعديل بسيط على الكود ونشغل الليد على ال البوتنشيوميتر ونخليها المرة الجاية. طيب خلينا نوقف لحد هون اليوم, يعطيكم ألف عافية جميعا, وبننهي لحد هون ونكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله.